لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. سجن وسجان ملعون اسمه ابن صهيون، أسرى ومعتقلون في سجون الاحتلال. اليوم نلتقي مع الأسير المحرر ربيع البردويل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وسلم كافة اللي شاركونا بالفرحة. طبعا هتظل فرحتنا ناقصة حتى يفرج ربنا عن أخواننا وأخوتنا الأسيرات اللي في سجون الاحتلال. صعب يطلق العنوان حرمان وتحط كافة الأشياء تحت الصعبة مع عنوان كبير، بس كان جل همهم يعني لسان حالهم بس انه يتوقف الانقسام وترجع اللحمه لهذا الشعب، لانه اكثر شيء كان يلمهم صاحب جو السجن صعب، لكن كان اكثر شيء هو حابين يصير تكون اللحمه والانقسام يتوقف وخلف قياده حكيمه يعني تدفع بهذا الشعب نحو الاستقلال وعاصمته القدس الشريف. اي انسان ربنا بده ينطي الابداع مستحيل يقدر يوصف المعاناه والحرمان، لكنه ضر يعني نبسطها في صاله تكون يعني تنقلات صعبة، أعداد كثيرة، صعب معنى الكلمة يعني قد ما الإنسان كنت لكوتي يعني من هذا الوصف بيقدرش يعني إلا جزء بسيط يقدر يوصف المعاناة. هي أشطر شيء كانت مثلا الحالة الطبية، إهمال في الملفات الطبية كثير كثير، تنقلات صعبة، استفزاز، سحب إنجازات. طبعا هالإنجازات أتت على بناء على تم دفع كل دماء شهداء فيها والشباب خاضوا إضرابات كثيرة فيها، ولكن الإدارة تكون متعمدة مشان تكسر معنوياتهم. بس كان طبعا الأسرى يستمدوها خلاص ينظرون في قدام في أمل إنه هم يأجوا لقضية عظيمة، ومشان هيك كان يضغطوا على أنفسهم في سبيل هذا الشيء. كل فصائل كل الأطياف كانت رافضة هذا الانقسام، شايف علي؟ وبشكل يعني لأن الوحيد كان مستفيد من الاحتلال وبالذات الإدارة، يعني استغلت الإدارة في فرض الهيمنة والسيطرة وتمرير سياسات الإنجازات وسحب الدنيا. فمشان هيك كان الأسرى أكثر شيء حابين توقف هذا الشيء. صحيح يعني بجوز هم متأثرين برا كثير، بس ما خلوش تقول أو ما حاولوش ينقلوا للداخل قدر يمكن كانت تصير مثلا هناك أجواء تطفي على أنه ما زالت لحمة من مثلا دورات للشهداء أو مثلا دور آخر شيء قاموا طبعا في دور الأخ القائد الشهيد ياسر عرفات دورة تنس، وهي طبعا كانت برضو تكرر وجهات النظر يعني تخلي وين مثلا في شيء في الكلوب، لكن لأنه في كان عدو غاد واحد وعدو برا واحد اللي هو الاحتلال بيحاولوا أنه يطوا صورة تقريبا أنه متماسكين. الحمد لله رب العالمين، نرجو أنه رب مثل ما ربنا فرج علينا ومن علينا بالإفراج أنه من على جميع إخوان وأخواتنا، لكن قلت لك سبق الفرحة ناقصة حتى يخرج جميع الأسرى والأسيرات. كد مستحيل يعني مستحيل تكتمل الفرحة، بظل هيك يعني ألم مع فرح، بس أكيد إيش يشطر شي طاغي الألم يعني بجوز بفرح يعني للمقربين، ولكن أنا برضو متألم لألامهم اللي لأنه في ناس لحد الآن دشرنا وراهم قبلي، في ناس يعني صار لها 20-30 سنة وأنا وكنت إيش بسيط شو 5 سنين ولا شيء يعني ألم إيش بسيط يعني حتى كان بقرف الأهل بقول لهم صدقا أنا مش حاسس إني صار لي 5 سنين. ليش؟ لأن على المعاناة اللي هناك ولا شيء. الحمد لله رب العالمين اللي هلا أمننا علينا فيه وطلع سالم وإن شاء الله عقبال الباكين يطلعوا سالمين. بس أنا عانيت كثير من الاحتلال، أنا عانيت كثير بإشي مصيب يعني. أنا معي تسريح وراح أزور ورجعوني على المعبر هسه سنة اللي مش بتشمني لليوم، وقد أصغر واحد بنتو عسنة وعسنتين. ليش؟ شو عامل؟ الله يجون بعونهم. والله لما ورجاني اثنين في سرطان في ركابهم ما ظل معي أكل، قلت لهم ما تكونش أنا مسجون، قال لي هاي مرتي ما هاي مرتي هذاك صاحب أشرف هذاك صاحب فلان، قلت له يما شو بدك أقول لك كل كلش مسجون، قال لي تقول ليش يما مسجون، قلت له بدي أزوره يما، والله ما أنت شايف يما شو في السجن، قلت له مزبوط والله شايف بليل مش شايف، أنا من زمان وأنا عاني بالزون مش اليوم، أشرف انحبس بعسكلان
ست شهور رجل عبي والحمد لله بك أشرب مع المعبدين لا حسبك بكون كله ميريد بكون لا على ربي بعدين بحسب لا خلص الله من علي فيه بده الله يكرمني فيه الحمد لله الحمد لله. ولديك أيضا معزوز ما قصة معزوز أيضا مع الاحتلال؟ معزوز ضربوا يوسف أورن في الجيب عباب المخيم يوسف أورن ضربوا بالجيب معزوز بك ممرض عزيز بك ممرض. طب أنت الأم الجبارة المناضلة هذه العين هل تنام ولديها شهيدان وأيضا معتقل من السجون ومعزوز الذي أيضا ضرب من الاحتلال ماذا تقول لهذه الأم أو هذه الأم الجبارة الأم الفلسطينية؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله أسأل الله بس يروح المساجين الباكين مثل ما فرح قلبي اليوم فرح قلوب أمتيهم وروحنا هالبنات وروحوا الأولاد اللي صغار أسأل الله بس يتسر كسرهم يا الله أسألوا ما أسأل سواه وعلى كل حال إن شاء الله إحنا منتصرين إلا ننصر عليهم آجل أم عاجل أنا فاتوا على الدار وقلت له لا فاتوا على الدار ولا على باب الدار وقال لي أنت عرفتيني أنا قلت له أنت شدني أي جندي قال لي أنا أشرف قلت له خسارة تقول اسمك أشرف أشرف ولك بالكلمة العالية أشرف قال لي هاش بتقولي قلت له آه قال لي اثنين ما دلتوا اسكت له على ما بدل انا فوق صيتي هسه وراسي فوق امريكا قال لي هيك قلت له هاي الارض اللي خبطت عليها سياد مترين مي بشر بدي زي تخسرني ولا اتسبع قال لي عن صيح هسه بتموتي قلت له بموت شهيد قدامي اثنين وبالحكم من الثالث وزلمتي رايح خلص عليش بدي خاف خذ ربيع شو بده يصير اللي بيطلع اليوم بيطلع بشر بيطلع بعده بيطلع اخرته بده يطلع غصب عنكم قال لي والله ما بخليش تشوفيه ولما رحت على سجن جلبوع وزرت ربيع في واحد اسمه عبود قلت له بالله عليك واحد اسمه أشرف هنا بيجي العسكري بيجي هون قال لي ليش قلت له عاوز بيه له أماني بدون طيار قال لي شيل أماني قلت له والله بيه أماني بس قل لي فرجيني يعني نت بس كلمتين أحكي معاه قال لي والله ما بيجي هون قال لي بالله عليك تقولي لي شيل أماني درجة قلت له الأماني لما أخذها ربيع قال لي والله ما بشي فيه قلت له والله غير أزوره وأشوفه قسم من عنك فمشي أسد في الفلام مشي أسد ويروح أشرب ربيع سيد عادي شو بيصير واستشهد أنا شو بيصير أنا اليوم قالوا لي علم علك مبارحيات قالوا لي علك إعلام قلت لهم مستحيل قالوا ليش يا من علك الأربع إعلام يا من ضب الأربع إعلام مش فتح حماس جهاد شعبية إحنا كتلنا ضد اليهود ما كتلنا ضد بعضنا بترجعهم غير الرجع هذا كل ما يسألونه أسرى ومعتقلون من خلف القضبان يعانون والقضية لا زالت عالقة لأهم قضية على المستوى الفلسطيني اليوم تحرر ربيع البردويل ولكن الفرحة باتت منقوصة هذه الطفلة الصغيرة تتطلع أن يكون كل السجناء خارج القضبان وأن تعود القدس وحدة واحدة وفلسطين وحدة واحدة وأن تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف هذا هو عنوان الأسرى داخل السجون منتصر عناني طول كرم اليوم تلفزيون الفجر الجديد